شهور مضت على الوعود التي قطعها وزير الشباب والرياضة إبان زيارته لمحافظة صلاح الدين ولم يتحقق شيء، بل على العكس من ذلك جاءت النتاجات سلبية، فالعديد من الضوابط المستحدثة أتعبت الواقع الرياضي المتعب أصلا، ولعل آخرها هو فرض أموال طائلة على الملاعب الخماسية التي تعد المتنفس الوحيد لكافة الرياضيين في قضاء سامراء. احنا جايين ننطلق بكل قوه لخطين متوازيين، الخط الاول هو كيفيه الوقوف على ان تنطلق المشاريع المتلكه والمتوقفه واعاده اعمارها حسب نسب الانجاز المتواجده حاليا، والخط المتوازي الثاني هو التنقيط للمناطق في المحافظه اللي تحتاج إلى مشاريع شبابية ومشاريع رياضية. الرياضيون عبروا عن امتعاضهم وسخطهم على هذه القوانين التي من شأنها أن تطيح بالواقع الرياضي وتقضي على ما تبقى منه، فالمساحات الخضراء والرسوم التي فرضت عليها أكبر من طاقة الشباب الرياضي وسقفه المادي. البلدية مقدمة على مزايدة على نيل الساحات، وهذه المزايدة على نيل تضاف في مصلحة الساحات. أولا الفرق التي تحتاج تسلسل بالساحة ما يقل على فرق يعني خطية فرق بسيطة جدا، ما يقل على كل لاعب يجمع 500 دينار من كل واحد اللي يلم فلوس حجز وينطيها لابو الساحة، ابو الساحة مطلوب من عنده إدامة، مطلوب من عنده إنارة، مطلوب من عنده إيجار مولد، مطلوب من عنده شراء كرات، مطلوب من عنده صيانة الساحات، مطلوب من عنده زيد الامور بعد. نحن كاعضاء لجنه في ساعه خماسيه اجباريه الثانيه يعني اغلب الحجوزات اللي تمر علينا خلال الايام، يعني اغلبيه الحجوزات يجوك يعني افراد ما عندهم يعني كم لك حتى الحجز. جاء كتاب من لجنه الايجارات في مديريه بلديه صلاح الدين، كل الدوائر عظموا مواردكم. فنسأل سؤال، لماذا مدينة سامراء فقط اللي تتم عليها مزايدة في حين يوجد ساحات في أغلب الأقضية اللي موجودة في المحافظة لم تجرى عليها مزايدة؟ يعني تدهور يتلوه تدهور، هكذا هي الضوابط التي حجمت الطموح لدى الرياضيين، والمشهد مستمر في بقية أقضية محافظة صلاح الدين. وما بين المال والإهمال والآمال تبقى المؤسسات الرياضية المتهالكة والشبه منعدمة محط أطماع حكومية بحجزها وتأجيرها تحت سقف مالي باهظ الثمن. جميل الغزالي، قناة رشيد، الفضائية، محافظة صلاح الدين.